السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن، ويجعلنا وإياكم من عباده الراشدين. حديثنا اليوم عن حقيقة التقوى، التقوى المذكورة في القرآن الكريم أكثر من 285 مرة. ربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. لا شك أن شهر رمضان هو شهر الصيام وشهر القيام وشهر القرآن والصدقات والتقرب إلى الله تعالى بشتى أنواع العبادات، ولكن نريد أن ننبه أيها الأحباب الكرام أن هناك عبادة قلبية مقابل العبادات الظاهرية، عبادة قلبية ينبغي أن نحرص على تحصيلها ونجد أثرها على جوارحنا وأبداننا، عبادة قلبية يكاد ينساها البعض منا أو يغفل عنها، وربنا عز وجل بينها في هذه الآيات البينات وجعلها مقصدا عظيما من مقاصد الصيام وهي التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى هي الغاية الكبرى من الصيام، فما كتب الله علينا الصيام إلا لهذا الهدف. ومعنى التقوى أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وعقابه وقاية، وذلك بأن يحرص على تحصيل المأمورات وترك المحظورات، يسعى لتحصيل تقوى صادقة دقيقة يترك فيها المؤمن الصائم ما يهوى حذرا مما يخشى. ففرائض الإسلام وأحكامه وأوامره ونواهيه كلها لئن كانت كلها سبيلها التقوى، فإن خصوصية الارتباط بين الصيام والتقوى شيء عجيب. لهذا كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يؤكد كثيرا على تحصيل التقوى، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان لا يخطب خطبة إلا ويبدأها يوصي بالتقوى: أوصيكم بتقوى الله وطاعته. دائما في كل خطبه صلى الله عليه وسلم وكل مواعظه وكل دروسه أول ما يبدأ به: عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته. بل إن الله تعالى قد أوصى نبيه صلى الله عليه وسلم نفسه، أوصاه بالتقوى، فقال: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ومن يتتبع كلمة التقوى في القرآن الكريم كما ذكرنا موجودة أكثر من 285 آية، جاءت في أول آية من القرآن في سورة البقرة في مطلع الحديث عن القرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالقرآن الكريم كله بيان للمتقين، فيه هداية وإرشاد. بل وإن آخر آية نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأربع ليال، أربع ليال قبل الوفاة نزل قول الله تعالى آخر ما نزل من القرآن:
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذه التقوى مرة سماها ربنا عز وجل بكلمة الإخلاص اللي هي لا إله إلا الله، سماها هي التقوى، إذ قال عز وجل إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. فمعنى ألزمهم كلمة التقوى أي كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، الكلمة الطيبة سر الوجود مفتاح الجنة. فالتقوى أيها الأحباب الكرام عندها معاني كثيرة، كل فسرها بحسب قوة إيمانه ويقينه. فمثلا من أجل التعريف ما ذكره الصحابي الجليل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لما أراد أن يعرف التقوى ماذا قال؟ قال التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. فهذا الصحابي الجليل وصف التقوى بأنها أولا لابد من الخوف من الجليل، الخوف من الله تبارك وتعالى، فإذا كنت تخاف من الله وتستحضر مراقبته وتستحضر أنه يراك حتى لما تكون بمفردك، معنى هذا أن الله عز وجل حاضر في قلبك. الخوف من الجليل هذا يستلزم عبادة الله تعالى حق العبادة وحده لا شريك له. والعمل بالتنزيل يقتضي أيضا أن العبد المؤمن دائما يسأل عن حكم الشرع في كل ما يعن له من أمور الدين والدنيا، وهذا يقتضي منه العمل بما جاء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة من أوامر ونواهي، ويبتعد عما فيهما من زواجر ومن نواهي. ثم والرضا بالقليل، يعني أن المؤمن المتقي لا تكاد تجده يكون يجري وراء الدنيا ولا يتخاصم وراء الدنيا ولا يضيع وقته وراء مصالحها. فمن صفات الإنسان المتقي القناعة بالقليل والرضا بما قسم الله له. فالمؤمن المتقي تجده دوما فيه سكينة وفيه طمأنينة وعنده شبع، أنه لا يبكي على الماضي، لا يخاف من المستقبل، ويعيش الحاضر بما قسم الله جل جلاله. ثم قال والاستعداد ليوم الرحيل، فالمؤمن المتقي دائما يستحضر بأنه راحل عن هذه الدنيا لا محالة وأنها لا تدوم، فلو دامت لغيره ما وصلت إليه. والراحل لابد أنه يتزود لرحلته، فتجد المؤمن يتزود لهذه الرحلة الطويلة بأن يتزود بالطاعات ويكثر من النوافل والعبادات، وهذا كل من شأنه أن يعينه في هذا السفر الطويل والرحلة من دار الفناء إلى دار البقاء. هذا هو التعريف الذي قدمه الإمام علي ابن أبي طالب للتقوى، قال هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وأساس التقوى التي أمر بها الله عز وجل هي خشية القلب، القلب يخشى الله يخشى ربه، وهذا من عمل القلوب. كل واحد منا الآن يسأل نفسه هل هو من المتقين أم لا. إذا كنت من المتقين علامة ذلك خشية الله في قلبك وتعظيم شعائر الله. كل من يعظم شعائر الله يعظم الصلاة، يعظم الصيام، يعظم القيام، يعظم تلاوة القرآن، يعظم مناسك الحج، يعظم فريضة الزكاة، يعظم قصص القرآن العظيم، يعظم الحديث الديني، كل من يعظم هذا الدين فهو متقي، وكل من لا يعظمه فهذا والعياذ بالله، نسأل السلام والعافية. لهذا أضاف الله تعالى إليه فقال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب،
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الصحابة رضي الله عنهم الجيل القرآني الفريد الذي ربه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يغرس فيهم هذه المعاني ويجعلهم قريبين من ربهم عز وجل. فالصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سئل ما حقيقة التقوى بالنسبة إليك قال التقوى ألا ترى نفسك خيرا من أحد. التقوى ألا ترى نفسك خيرا من أحد، إذا رأيت بأنك أفضل من الناس في صلاتك وصيامك وحجك وزكاتك وإحسانك وعلمك وأخلاقك فأنت لست بمتقي. فالمتقي دائما يتهم نفسه، المتقي دائما ينظر إلى نفسه بأنه مفرط ولا يتعالى على خلق الله. التقوى ألا ترى نفسك خيرا من أحد. ثم سئل صحابي آخر من هو المتقي الحقيقي، قال أشد الناس محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. هذا هو المتقي، فيه المحاسبة، لا يحاسب الناس، لا يحاسب زوجته ولا الزوجة تحاسب زوجها، لا يحاسب أولاده، لا يحاسب المسؤولين في البلد، لا يحاسب من سلب وراء، هو مهتم بنفسه، هو تجده دوما مهتما بنفسه. فالمتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. هل قام الصلاة في وقتها؟ هل خشع في صلاته؟ هل أحسن الوضوء؟ هل غض بصره؟ هل أمسك لسانه؟ هل فعل كذا؟ يحاسب المؤمن دائما يحاسب نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. التقوى أيها الأحباب الكرام التي أراد ربنا عز وجل أن يغرسها فينا من خلال شريعة الصيام والقيام في رمضان هي فضيلة، وهي سلوك الإنسان والتزام كبير اتجاه الله واتجاه مخلوقات الله. فالتقوى هي من أسمى مراتب عبادة الله، وهي أن يجعل العبد بينه وبين ربه وقاية من غضبه وسخطه وعذابه، وأن يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وأن يترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله، دائما يستحضر جلال الله في قلبه. وطبعا بهذا المفهوم الناس يتفاوتون في التقوى بحسب التزامهم بذلك، فالناس ليسوا سواء. لهذا قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه يا أبا ذر اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا من وصايا النبي الكريم لأبي ذر، اتق الله حيثما كنت، إذا كنت مع الناس اتق الله، إذا خلوت بنفسك في بيتك وأغلقت عليك بابك اتق الله، قل إن الله معي، الله ناظر إلي، الله يسمعني، الله أقرب مني من حبل الوريد. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. المؤمن إذا وقعت منه خطيئة سرعان ما يسارع ليكفرها بأن يعمل حسنة أخرى، إذا صدرت منه سيئة لا يفكر كثيرا وإنما يبادر ويسارع لفعل حسنة طيبة تمحو السيئة. وخالق الناس بخلق حسن، ثمرة التقوى هي الأخلاق بين الناس، أنك تخالق الناس بخلق حسن، أنك لا تؤذيهم لا بلسانك ولا بيدك، أنك لا تقول فيهم لا غيبة ولا نميمة، لا تمد يدك لأموالهم، لا تطعن فيهم من الخلف، تعاشرهم معاشرة طيبة يرتاحون إليك، هذه هي من علامات التقوى. ومن أكرمه الله تعالى بهذه الفضيلة فإنه سوف ينجو من الشدائد، فبالتقوى ينجو الإنسان من الشدائد ويرجح ميزانه يوم القيامة، بل وقد وعد ربنا عز وجل أن يوم القيامة المتقي يعطى كتابه بيمينه إذا استقام على التقوى في الدنيا، وأنه يدعى إلى الجنة على رؤوس الأشهاد إذا استقام على التقوى. فالتقوى تنجي من الشدائد وترجح ميزانك ويعطى لك كتابك بيمينك وتدعى إلى الجنة، ومن ثم فإن التقوى هي سفينة النجاة يوم القيامة. لهذا قال القرآن الكريم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا،
يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. فالإنسان يسعى إلى أن يكون من ركاب سفينة النجاة التقوى، ويجعل بينه وبين النار حجابا مستورا. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي اجعل صدقة التمرة وقاية وحاجزا بينك وبين النار، دائما اجعل بينك وبين النار حجاب. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز تحدث كثيرا عن هذه التقوى وكررها: الغاية أن يغرسها في قلوبنا، الغاية أن تنشرح لها صدورنا، الغاية أن نعمل بمضامينها. فلم يكتفي القرآن الكريم بمجرد التقوى، بل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والمعنى: يا أيها الذين آمنوا، لابد أن تبذلوا الجهد واستفراغ الوسع في تقوى الله، يعني اجتهدوا في التقوى، بذل الجهد واستفراغ الوسع. ولكن لما علم الله أن البشر ضعيف أمره بأن يتقي الله في حدود الطاقة والاستطاعة، لأن هناك الضرورة وهناك الحاجة. فقال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه الآية هي ليست نسخة للآية الأولى، بل هي مبينة لها. فالإنسان مطالب بأن يتقي الله حق تقاته في إطار المقدور للمكلف، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طبعا التقوى لا تعني العصمة من الذنوب، هذا لا, لا, لا يفهم من هذا. البعض قد يظن بأن التقوى أنه صار معصوما من الذنوب، أنه لا يخطئ ولا يقع في السيئات ولا يرمي بنفسه في الخطأ. أبدا، المتقون ليسوا ملائكة أطهار، ليسوا أنبياء، بل هم بشر يصيبون ويخطئون، لكن لهم ميزة عن بقية البشر، هي رهافة حسهم ويقاضة ضمائرهم، كما قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الفرق بين المتقي وغير المتقي أن المتقي إذا وقع في خطيئة سرعان ما ينتبه، سرعان ما يتوب، سرعان ما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويذكر ربه. وغير المتقي ربما قد يبقى في معصيته ويتلدد بشهوته حتى تنتهي بعد ذلك، ثم ينوي التوبة ويجدد إيمانه. فرق كبير بين الطرفين. المؤمن معروف بالتقوى، ربنا سبحانه وتعالى يجعله سريع التوبة، فإذا زلت قدمه إلى المعصية سرعان ما يتوب إلى رشده ويتوب إلى ربه ويقرع بابه مستغفرا. لهذا وصف الله المتقين في كتابه العزيز فقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه من صفات المتقين، ربنا قال بأن ممكن أن يقعوا في الفاحشة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، المتقي المؤمن ممكن أن يظلم نفسه، ممكن أن يقع في الفاحشة، لكن ما هي ميزته؟ إذا وقع ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم مباشرة، مجرد أن يستحضر ويدب عنه الطائف من الشيطان، فإنه يستغفر ربه ويتوب إليه ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه التقوى أيها الأحباب الكرام لها فوائد مهمة للغاية. فالأمر ونحن نتحدث عليها نقول: وما الغاية من هذه التقوى وما نستفيد منها؟ نستفيد منها أيها الأحباب الكرام أشياء مهمة في حياتنا. ممكن حياتك تتغير، ممكن حياتك تصير طيبة وتصير من الراشدين وتصير من أسعد خلق الله فوق الكوكب الأرضي إذا أكرمك الله بالتقوى. فثمارها مفيدة وفوائدها كثيرة في الدنيا وفي الآخرة. أول شيء، الذي يحرص على التقوى ربنا يعطيه كرامة. ما هي الكرامة؟ يعطيه نيل ولاية الله جل علاه، الولاية. نسمع عن أولياء الله الصالحين، هؤلاء بشر مثلنا،
لكنهم صاروا أولياء مقربين إلى الرحمن. بماذا نالوا هذه الدرجة؟ وطبعا الأولياء هم دون الأنبياء والمرسلين. فكيف ربنا عز وجل اشتباهم واصطفاهم وأعطاهم مرتبة الولاية؟ لأنهم كانوا كثيري التقوى. لهذا قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إلى أن قال: إن أولياؤه إلا المتقون، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فمن صفات أولياء الله الصالحين أنهم متقين بسبب تقواهم وحفاظهم على التقوى وتحصيلهم لثمار وفائد التقوى، صاروا من أولياء الله الصالحين. والتقوى لما تبدأ هكذا بالتدرج بالتدرج فإنك تنال مرضات الله، وهذه المرضات هي مفتاح كل خير. وبعد أن تفوز برضا الرحمن تصير في طريق الولاية وتصير من أولياء الله. وأنت بشر عادي، قد تكون رجل أمن، قد تكون رجل سلطة، رجل قضاء، رجل تعليم، رجل تجارة، رجل فلاحة، موظف، مواطن عادي، ولكن هو ولي من أولياء الله، لكنه يبدو بأنه مجرد إنسان عادي، لكنه ولي من أولياء الله لأنه يتدرج في مسار التقوى. وهذا ما ذكره ربنا عز وجل في الحديث القدسي، قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فالتقوى تبدأ بنيل مرضاة الله ومحبته، وبها يفوز العبد المؤمن بهذه الكرامات ويفوز برضا الرحمن. ثم ربنا عز وجل بأن من فوائد التقوى أنها جالبة للبركات. البركة، نحن المؤمنين نؤمن بالبركة، قد نقول واحد زائد واحد تساوي ما لا نهاية. آدم زائد حواء أعطانا كل هذه الذرية من البشر من الذكور والإناث، عددهم بالملايير بشرية. من آدم وحواء انظر ماذا أعطى الله عز وجل: والنفقة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبل 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. نحن نؤمن بالبركة، القليل يصير كثير. قد تكون موظف تأخذ أجرة بسيطة، لكن ربنا يجعل لك فيها بركة كبيرة فتعيش حياة هنية. قد تكون تاجر، قد تكون مياوم، قد تكون بلا عمل، والقليل الذي عندك ربنا يضع فيه بركة كثيرة فتصير من السعداء. ونحن نؤمن بالبركة، وربنا يفتح بركات من السماء والأرض، وهو القائل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذا آمن العبد المؤمن واتقى ربه، وعد من عند الله أنه يفتح عليه بركات من السماء والأرض، ليس بركة واحدة بل بركات، يعني من كل جانب، الرزاق ذو القوة المتين. ثم إن من ثمار التقوى الله يكون معك دوما، هذه وحدها كافية وهي فيها نعمة عظيمة. أن الله مع من؟ إذا بحثت عن الله أين هو الله؟ إنه مع المتقين. الله تعالى يشعر المتقون بمعية الرحمن. إذا كان الله معك، من يستطيع أن يكون ضدك؟ وهو القائل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله مع المتقين ومع المحسنين، ربنا يحب هؤلاء من خلقه ودائما يكون معهم. ثم إن الله عز وجل يعطي هؤلاء المتقين تيسير الأمور. لاحظ بأن هناك بعض الناس يعيشون شدائد في الحياة، يعيشون كروب، يعيشون صعوبات، محن، لكن هناك من يعيش التيسير، الأمور ميسرة عنده. ما الفرق بين هذا وذاك؟ إذا أنت من المتقين ربنا يجعل كل عسير عليك سهل يسير،
وقد وعد ربنا عز وجل بتيسير أمور المتقين، فقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ثم وعد ربنا عز وجل أن أصحاب التقوى يكرمهم، التكريم الإلهي للبشر، ربنا كرم الجميع، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، هذا يسمى التكريم الإلهي لبني الإنسان. ولكن المتقين عندهم كرامة زائدة، كرامة فوق كل الخلق. وربنا عز وجل ماذا قال؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فالكريم عند الله تعالى ليس بالمال ولا بالجاه ولا بالرتب ولا بأعمال متع، ولكن بالتقوى. كلما كان متقيا كان كريما عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، لأن التقوى محلها القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى القلوب التي في الصدور، لهذا قال: إن الله عليم خبير، خبير بالناس. ووعد الله عز وجل المدد والعون للمتقين، ونحن جميعا نبحث عن هذا المعطى. إذا أردت أيها المؤمن أن تتلقى المدد من عند الله وتتلقى العون من عند الله، لما يبتلي الله تعالى الخلق بالشدائد ويبتليهم بالفقر ويبتليهم بالويلات، تكون أنت أيها العبد المؤمن من الفرقة الناجية. ربنا يستثنيك، ربنا يعطيك المدد، ربنا يعطيك العون. كيف ذلك؟ الغاية كلها أن تكون من المتقين، وهو القائل عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي مهما وقع في ورطة أو في مصيبة، قد يكون عنده مشكل في قطاع أمني أو في قطاع قضائي، أو عنده مشاكل في المحكمة، أو عنده مشاكل مع أناس لهم مصالح، مهما يكون ربنا يجعل لك مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله تعالى كل يوم يضفق عليك من عنده رزقا جديدا، أرزاق الله كثيرة وفيرة، لن يجعلك تتدلل إلى الخلق، لن يجعلك تتعب وتنصب من أجل لقمة العيش، وإنما الله تعالى يفتح لك باب الرزق ويعطيك الكثير ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه الآية ذكر العلماء بأنها أجمع آية في كتاب الله، لأن الله تعالى رتب عليها خير الدنيا والآخرة، فمن اتقى الله جعله مخرجا من مضايق الدنيا ومضايق الآخرة. وأعظم الكربات وأعظم المضايق هي كربات يوم القيامة وشدائدها، فإن الدنيا ستمر لا محالة، لكن القيامة صعبة، فمن اتقى الله في هذه الدار فرج عنه كربات يوم القيامة. فهكذا أيها الأحباب الكرام، التقوى هي أمر مهم وغاية في الأهمية. كيف يمكن أن أعرف أنني من المتقين؟ هذا سؤال قد يطرحه كل منا على نفسه. هل هناك طريقة لقياس التقوى أحدد بها موقفي منها ومكاني منها؟ الجواب هي أن يجدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. ربنا عز وجل أمرك ببر الوالدين فيجدك طائعا لوالديك، مقبل عليهما، تقبل أيديهما، فأنت متقي. ربنا أمرك بالصلاة فليراك في المساجد عند الأذان، وخصوصا صلاة الفجر والعشاء، لا تكون في نوم أو في متعة، وإنما تكون بين يدي ربك، فأنت من المتقين. ربنا نهاك عن أكل الحرام، لا يجد في جيبك درهم حرام، ولا أنك تفكر كيف تستولي على أموال الآخرين. ربنا نهاك عن ظلم الآخرين وإداية الضعفاء والمستضعفين، فلا يجدك تؤذي أحد من هؤلاء. ربنا أمرك بغض البصر فيجب أن تكون غاضا لبصرك. نهاك عن الغيبة والنميمة
فينبغي ألا تغتب أحد ولا تنم في الناس. وهكذا إذا كنت من هذه الصفات فإنك من المتقين. فالتقوى لها علامات كثيرة يتصف بها المتقون، ومن أهمها أنك تعظم شعائر الله، تعظيم شعائر الله. نلاحظ أن بعض الناس ربما يستهزئون بالقرآن، يستهزئون بشريعة الصيام، يستهزئون بأحكام الدين، فهؤلاء ما هم المتقين. فالمتقي من صفاته أنه يعظم شعائر الله، أنه إذا سمع الأذان يعظمه، إذا كان يشتغل أو يعمل بيديه سمع الأذان يتوقف حتى يكمل الأذان، إذا سمع القرآن الكريم يقرأ يتوقف حتى يسمع كلام الله، يعظم شعائر الله. وأيضا من صفة التقوى أن الإنسان يداوم على ذكر الله. فالمؤمن لا يذكر الله تعالى في أوقات معينة، بل يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وأنه يحب الخلوة للتفكر في جلال الله. المتقي دائما يحب الخلوة، أنه بين الفين والأخرى يبتعد عن الناس وعن الملاهي ويختني بربه. ليس الخلوة السلبية التي يخلو فيها مع الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، لا، وإنما هي الخلوة النورانية الربانية، يخلو مع ربه يناجيه ويذكره. الخلوة تجعل العبد المؤمن يقيم الصلاة إقامة اليقين. ما معنى إقامة الصلاة؟ أنه فقط لا يؤديها هكذا، وإنما يقيمها وعنده الإيمان التام بالآخرة والبعث والنشور، وأنه يقيم العدل بين الناس وينهى عن الظلم، إنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إنه يحذر من الانحراف والزيغ. كل هذه من صفات التقوى. لهذا أيها الأحباب الكرام، علينا أن نتقي الله عز وجل على قدر ما نستطيع، خصوصا ونحن في رمضان. ربنا أراد أن يعلمنا آداب التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فنحن في هذه الأيام أجواء نظيفة، ومع الحظر الصحي وهذا الحجر للتجول، رغم ما فيه من عيوب ورغم ما فيه من شدائد ورغم ما فيه من خسائر مادية، ولكن بالمقابل إنه يساهم في تحصيل التقوى. فالناس يعبدون الله تعالى، يبتعدون عن الملاهي، يبتعدون عن الفتن، يبتعدون عن المحرمات، ويخلون إلى أنفسهم مع ربهم، يناجونه يذكرونه. لهذا علينا أن نتواصى بالتقوى، لأن السلف الصالح سلف هذه الأمة كانوا يتمثلون الآيات القرآنية الآمرة بالتقوى. فالآباء ينصحون أبنائهم، والأزواج ينصحون أزواجهم وزوجاتهم وغيرهم. كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى ابنه، سيدنا عمر خليفة المسلمين وابنه كان بعيدا عنه عبد الله، فكتب إليه رسالة قال: من عمر بن الخطاب إلى عبد الله بن عمر، أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإن من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، واجعل يا بني التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. هذا مما نقل في التاريخ، لما كان سيدنا عمر يضع الدواوين وكان يكاتب المسؤولين، وكان ابنه بعيدا عنه، بعيدا عن مراقبته، فكان يكتب له الرسائل ويحملها المرسول إلى صاحبها. فلم يوصيه بالدنيا لأنه يعلم بأنه حريص عليها، وإنما أوصاه بالآخرة لأنه قد يغفل عليها. يا بني أوصيك بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، ربنا يحفظك ويرعاك. من اتقى، إذا كان ابنك بعيد عنك يدرس في بلاد الغربة، أو يشتغل في بلاد بعيدة عنك، أو متزوج في مدينة لينائي عنك، أردت أن توصيه قبل أن توصيه بكيفية إحضار وجبة الطعام وكيف تدير شؤون الحياة، أوصيه بتقوى الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه. أقرضه جزاه يعني أوصاه بأن يعطي، أن يكون كريم، يعطي الفقراء والمساكين مما أعطاه الله،
لأن ربنا إذا أعطيته جزاك بالأضعاف المضاعفة. كان ابنه يطلب منه أن يبعث له بعض المساعدات المادية، فقال يا بني مما عندك اعطي للفقراء والمساكين، إنك تقرض الله، ومن أقرض الله قرضا حسنا فإنه يجازيه ويفتح له باب الرزق، ومن شكره زاده. كان يوصي ابنه بأن يشكر هذه النعم ويقدر ما أعطاه الله، لا يتأفف، لا يتضجر، لا يكون يشعر بأنه يعيش حياة في غير مستواه، بل يرضى بالقليل. قلنا من صفات التقوى القناعة بالقليل، وهذه القناعة تقتضي الشكر على ما أعطاك الله. الله يجعل البركة، الله يخلف ما عندنا في خير، ولو كان قليل خير، خير إن شاء الله. فالشكر، من شكر الله تعالى زاده، كلما شكرته سوف يزيدك، غدا بإذن الله سيباهي بك الله الملائكة وغدا يزيدك من فضله. واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك، يعني مثل النظارة في عينيك. التقوى لا تنظر إلا ما أباحه الله لك، واجعل في قلبك لا تفكر ولا تشعر ولا تحس إلا بما أباحه الله عز وجل. وعلينا أيها الأحباب الكرام أن نكثر من سؤال التقوى، فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. كلما أعطاك الله الهدى وأعطاك التقى أعطاك العفاف والغنى. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وتقواها. فالتقوى شيء عظيم أيها الأحباب الكرام. وإذا أردتم أن نروي قصصا لبعض الصالحين في حكايات عن التقوى كثيرة جدا وهي ملهمة، وإن شاء الله سوف نحرص على أن نروي لكم قصص الصالحين في التقوى حتى نتشرب هذه المعاني. أذكر لكم بعجالة قصة ذكرها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر، قصة حقيقية، أنه كان يحدث النبي الكريم صحابته عن قوم ثلاث أنصار. قال: خرج ثلاث نفر يمشون، ثلاث أشخاص ذهبوا لإحدى السفريات لغاية من الغايات، وهم في طريقهم، والطريق وعرة، والسفر أيام زمان كان في الصحاري والفيافي والجبال. بينما هم يمشون في الطريق أصابهم المطر، جاءهم مطر شديد وغزير، فأرادوا أن يختبئوا من المطر، بدأوا يبحثوا هنا وهناك حتى وجدوا في جبل كبير وجدوا غار، فدخلوا إلى الغار والمطر غزير. وبعد أن ينتظروا أن المطر سوف يزول بدأ الرعد والبرق الشديد، فإذا بصخرة كبيرة انحطت عليهم وأغلقت عليهم باب الغار. الباب صار موصدا، يعني خطر داهم. حاولوا بكل ما عندهم من قوة أن يدفعوا الصخرة التي أغلقت عليهم باب الغار، لكنها كبيرة جدا انحطت من الأعلى عن طريق السيل. ماذا يصنعون؟ اجتهدوا لكي يدفعوها بكل ما أوتوا بقوة، مستحيل، الصخرة كبيرة جدا. فعلموا أنهم هالكين، هذا الهلاك، يعني الغار صار قبرا لهم، ما عندهم من طعام وشراب سوف ينتهي، وما هي إلا أيام معدودات، وسوف يموتون بالجوع ويموتون بالعطش وفي الظلمة. فعلموا بأنهم هالكون، لكن أحدهم كان من المتقين، قال: لماذا لا ندعو الله عز وجل بعضنا لبعض، ندعو الله تعالى بأفضل أعمال عملناها، ليس لنا من بد لما تقع في ورطة وتقع في شدة وفي كرب وليس هناك حل، لن ينفعك أي مسؤول، لن ينفعك أحد من البشر سوى رب البشر، ماذا علينا أن نفعل؟ نتوسل إلى الله بأحب الأعمال التي قمنا بها. تفكر في حياتك، تذكر هناك عمل صالح قمت به، إما صدقة كبيرة، وإما واحد اليوم قمت للصلاة في جوف الليل، أو واحد النهار تم الاعتداء عليك فصبرت واحتسبت لوجه الله، أو أنك درت عمل صالح. تذكر
صحيفتك مليئة إن شاء الله بأعمال صالحات. تذكر أحد الأعمال الصالح وتوسل به إلى الله يدفع عنك الكروب والشدائد. فبدأ الأول وقال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت أخرج فأرعى، ثم أجيء فأحلب، فأجيء بالحلال بي فآتي به أبواي فيشربان، وما تبقى أسقي به الصبية وأهلي وامرأتي. وإنني ليلة من الليالي جئت متأخرا بالحليب، فوجدت بأن والداي المسنان نائمان، فكرهت أن أوقدهما، وأولادي الصغار كانوا يتضاغون عند رجلي، يشعرون بالجوع والعطش، يريدون أن يشربوا اللبن، ولكن أنا كنت أقدم والدي أولا، لأن ربي أمرني بطاعة الوالدين وإكرامهما. فقلت: يا ربي هل أعطي لأولادي؟ فإذا قام والدي من نومهما لم يبق لهم لبن، وإذا أيقظتهما من نومهما كسرت لهم النوم. ماذا أفعل؟ فبقي هكذا يفكر حتى طلع عليه الفجر. فلما طلع الفجر استيقظ والداه فأسقاهما اللبن أولا، ثم وجد بأن أبناءهم ناموا، حتى استيقظ أبناؤه أطعم أطفاله الصغار وأهل بيته. فقال: اللهم إن كنت تعلم أن فعلت هذا ابتغاء وجهك، أنني أحسنت لوالداي لأنك أمرتنا بطاعة الوالدين والبر بهما والإحسان إليهما، وفضلتهم عن أولادي وأهل بيتي. يا رب إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك وخوفا من عقابك تفرج عنا. ما إن قال هذا الدعاء حتى فرج الله عنهم تلك الصخرة وتزحزحت عن مكانها قليلا، لكن لا يستطيع أن يخرجوا. فقام الثاني وتقدم بدعاء، قال: ما هو العمل الصالح الذي قمت فيه قيد حياتي؟ قال: يا رب إنك تعلم أنني كنت أحب امرأة من بنات عمي، كنت أحبها حبا شديدا، ولكنها لم تتزوجني، تزوجت غيري، ومرة شعرت بالفقر الشديد فجاءت عندي تطلب قرضا تريد مني 100 دينار، فقلت لا سوف أعطيك، فسعيت فيها حتى أدخلتها إلى البيت وأغلقت الأبواب، وبعد ذلك طمعت فيها، قلت لها: إذا أردت 100 دينار سأعطيها لك، ولكن مكنيني من نفسك. وهي تقاوم وغلبت عليها، فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فخشيتك يا رب، وشعرت بأن ما أنا فيه حرام وربنا لا يرضاه، فقمت عنها وتركتها وأعطيتها 100 دينار وانصرفت عنها. يا رب إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك وخوفا من عقابك تفرج عنا. تفرج عنهم ربنا عز وجل بهذه الصخرة مقدار 2/3. ثم قام الرجل الآخر وقال: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من الذرة، كان فلاح كبير وعنده هذا الأجير عبد من العبيد يشتغل، ولكن يعطيه فرق من الذرة، ولما انتهى عمله أعطاه نصيبه فلم يرضى، قال: هذا قليل، هذا الذرة أعطيه لي قليل، فغضب وراح. فقال: عمدت إلى ذلك الفرق من الذرة فزرعته، يعني النصيب لهذا الخادم لم أضيعه وإنما استثمرته، قمت بزراعته حتى جاء محصول جيد، وكسبت منه المال واشتريت منه غنما، وصرت أرعاها في تلك الأرض، وبقي هكذا سنوات طوال. وفي يوم من الأيام عاد ذلك الأجير وقد أغلقت عليه الأبواب، فقال لي: أريد مالي، ذلك الفرق من الذرة الذي كان عندك منذ سنين. قال: هو ذا، خذه، إن هذه الأرض وما عليها من زروع وما عليها من أغنام كلها لك. قال: أتستهزئ مني؟ فقلت: والله ما أستهزئ منك، هي لك، أنا قمت باستثمارها لك في غيبتك، وربنا بارك لك في رزقك، إنها بدأتها من فرق الذرة الذي كان نصيبا لك، وربنا أكرم وجعل فيها زروع كثيرة وبهائم كثيرة فهي كلها لك. فلم يصدق الرجل وأخذها وانصرف. فقال: هذا يا ربي إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك وخوفا منك تفرج عنا. تفرج الله عنهم وخرجوا بسلام وخرجوا بوئام،
بفضل التقوى. فيا أيها الأحباب الكرام، التقوى ليس أمرا زائدا عن الحياة، وإنما تحصيلها مهم، نقوم بتحصيلها وتخزينها، ونحتاجها يوم الشدائد ويوم الكروب. ندعو الله تعالى بأحب الأعمال إليه وأصدقها قمنا بها لوجهه الكريم، سترى بأن جميع مشاكلك وهمومك ومتاعبك وأمراضك وأسقامك وفقرك كله سوف يزول، لأن الله مع المتقين. وربنا عز وجل قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين، واجعلنا من عبادك الأبرار الأخيار يا رحمن يا رحيم، واجعلنا من المقتدين بسنة نبيك المصطفى الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا يا ربنا التقوى الصادقة، واحشرنا مع المتقين. قولوا جميعا آمين. آمين آمين يا ربي يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.